القصه ديال الطلاق صراحه شتها هنايا هي واحد خيتي كانت غاديه وكانت مركبه شي شعر كان طويل وفي داك لو ماكيال اللي كانت تابعه المهم عجباتو بقات تابعاتها لداريتو حيت المهم تزوجوا حاولوا يختزلوا داك الوقت هذا حيت تزوج بها النهار ديال العرس ديالها لقى بان راه ملصقه داك الشعر الوغ كو اللي تشوكي ما لغت لي صباح مطلقه ما عرفوش الناس عليا واش كيسون جا شي حاجه ولا هذا هو راه كاين اللي واقع هو الشعر ديالها ماشي ديالها. من الاسباب التافهه بالنسبه للطلاق فهي كثيره ومتنوعه. انا ربما كان عند الاسباب اللي حاضرين لي دابا هي هذا المشكل ديال الاسباب ديال تتبع المسلسلات وكيعيشوا واحد الخيال وكاين عاوتاني كاين اللي كدير شي حاجه بلا خبر لا جرا بحال دابا كدير كونت فيسبوك كدير كتدخل ولا ممنوع ديري الانترنيت ممنوع بزاف ديال المسائل وعاوتاني كاين المشكل اللي بحال دابا كيدابزوا العائلات بيناتهم حتى هذا من المشاكل بحال دابا كيكونوا الاخوه عايشين بحال الدري الصغار تيدابزوا بيناتهم تيوقع تما على اتفه الاسباب تيوقع هذا المشكل هذا من الاسباب اللي حضروا لي دابا وكاين اسباب كثيره هذا الشيء اللي تفكرت دابا. واحد البرنامج كانوا صادفوا واحد الكوب وقالوا لهم قولوا لنا اتفه سبب لانكم دابزتوا وتتفرقوا اتفه سبب سمعتوا لحد الان هي ان تفرقوا حيت بلي خان زعما السبب هذا تيضحك ما عنده حتى شي معنى يعني راه بلي خالدين كلها تلقى الحل. غالبا تكون ماديه مثل شري لي انت طماعه انت كذا او ما بغيتش امك هذا هو الاسباب الغالب اللي كتكون تافهه اللي هكا كيطلق وسببها قله العقل هذه وعدم التفاهم الاول الزواج كما كيقولوا المغاربه زواج ليلة تدبير عام. دابا كان واحد المرأة هو ومراته كاتين في الدار. المهم كيتعاودوا في النكت. عدت لي واحد النكتة حامضة، ديما كتعاود له نكت حامضين ويطلقها. هاد القطة هي كاين. هاد القطة هادي شفتها هي أنا بعيني. تسناد دير هادي عقليتو هاديك مع دوميد. فهمتي؟ هو كيبغي اللي يجلس معاه فهمتي يعاود له النكت زويونين وهادي. قالت له نكتة حامضة قال لها اش هادشي درتي لي انت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.